السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الجامعة الملكية المغربية، يعني كيف تربط شراكات، كيف وين نقولوا باللي وين راهي في، نقولوا راهي في خمسة، راهي في 45 اتحادية علاقات، يعني يقروا ويراخروا لي زونترينير، يقروا المسير التسيير، يقروا بزاف صوالح، يجيبوا حتى اللاعبين، راهم يجيبوا عندهم اللاعبين سي محمد، راهم يلعبوا عندهم في الأكاديمية ويخلصوا عليهم. حنا اي مثال هذه كاينة في الخليج، ولادهم كيما نقولوا السعودية وكلش دايرين عقود مع 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 اسبانيول، مع فياريال، مع وين يرسلوا ولادهم يتعلموا بالدولار يخلصوا. اما لهنا في افريقيا الدول هذه كما نقولوا احنا السودان، دول موريتانيا، هذو النين، بوركينا فاسو، كلش ابي يرسلوا ولادهم يتعلموا في الاكاديميه تاع محمد السادس، مين يتعلموا ابجديات كره القدم، بعد يعاودوا يروحوا لبلادهم. نعطيكم التالية، كاع التالية دروك، شركة جديدة، يعني شراكة جديدة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامعة والجامعة السودانية لتطوير كرة القدم السودانية. سيتم من خلالها بعث إطار، يعني إطار، يعني إطارات مغربية في الميدان، يعني التسيير وممارسات، على رأسها المدرب بادو زاكي الذي سيتولى تدريب المنتخب السودان الأول. وتم كذلك إبرام صفقة ما بين الاتحاد السوداني وشركة أبي الرياضية المغربية للألبسة الرياضية، والتي ستتكفل بلوازم جل الفرق الرياضية السودانية بكل أنواعها، والتي ستتكلف كذلك بلوازم الفرق المغربية في انتظار نهاية العقد الذي يجمع الجامعة المغربية بشركة يعني بيما. حنا باش نقول لكم كرانا نقول لكم هيا لا وراهي الشركة هذه، هيا لا وراهي الشركة، هيا لا وراهي هذه هي الشركة، هذه هي، هيا لا وين راهي، هيا لا، هيا لا وين الشركة، انتم تدخل تشوف، هيا لا وين راهي الشركة هذه، هيا لا، شو الناس، هيا لا وين راهي، الشركة هذه وين؟ ناس اللي راهي تخدم هذه الشركة أبي سبورتيف المغربية للملابس الرياضية، تغزو كذلك الدوري الموريتاني، حيث ظهرت 9 أندية موريتانية هذا الموسم بعلامة شركة مغربية من أصل 14 نادي، يعني 14 نادي وين تخل. شوف كيفاش صاحبي، والله أكتشوف نقول لكم بلي الخدمة لازم تشوف كيما هاكا، شوف الناس كيفاش يتخدم، يعني علاقات ويبيعوا شركات، شوف كيفاش حاجة ماشي على بالك، كلش مخطط، كلش تخطيط. كي راني نقول لك كيما هاكا، ما تجيش تقول لي بلي راك تهضر على المغرب نتايا، وأنا نهضر لك على المغرب، خاطري عاجبتني الخدمة تاعهم كيفاش راهم يخدموا. شركة منا منا منا، يعني ويزيدوا يديروا ويزيدوا يبعثوا على بالك، يزيد غدوة إن شاء الله غادي تشوف نتايا هذه 5، هذه 54، هذه 45 اتحادية. هذه الشركة أبي، هذه الشركة هذه أبي، هذه سبورتيف 45 اتحادية دايرة معاهم شراكة، ديجا راهي وراهي موريتانيا، وتاع رئيس الاتحادية تاع موريتانيا على خاطرش كذبكم، قال لكم يا ودي انا ما انا ما هدرتش، انايا ما قلت لكمش نتوما تربحوا، وهادو شركة عندو من عندو هارة تاع السودان فانيك راح معاهم، هارة تاع السودان راح معاهم، ويرسلوا له وين جابوا، وين جابوا ولادهم عندهم يقراو، السودان جابوهم عندهم يقراو، وجابوهم عندهم تسيير، ورسلوا لهم مدرب
يعني لتطوير كرة القدم، باش يطوروا كرة القدم. ها راهي الفيفا، الفيفا مي شافت باللي المغرب يعني شغل، قالوا حنا نعطوكم دراهم نتوما طوروا لنا كرة القدم الإفريقية. حرام شام وراو له شركة، وراو له شار الشركة، وراو له شحال عنده من الاتحادية معاه، يعني يدي الفيفا تمد الدراهم، أي تمد الدراهم للمغرب باش يطوروا له كرة، باش يطوروا كرة القدم النسوية المدرسية. هذا شرام كاين، مي راني نقول لكم كيما هاك، لازم انت تفيق انت تفطن. انتوما واش راكم باغيين؟ انتوما مي واحد يهضر لكم من المغرب، هذا خائن. يا ودي انا مانيش خائن، انا راني نقول لك الناس كي تخدم، انا نقول لك الناس كيفاش تخدم اصاحبي. ها انت باغيين نقعدو نكذبو على بعضنا بعض، وحنا في الواقع ما كان والو. ها انا في الواقع نجي نكذب عليك، انا نجي نحشي لك تما نكذب عليك. ها راه وين راه الرئيس الجمهوريه وزعف، قال لهم انا مالا كيف تهدو زعف ولا تنرفا، خاطر الناس اللي دايرين ليه يكذبوا عليه. وانا خاطر قلتها له، قلت له يا سي تبون، قلت له واحد المعنى، قلت له يا سي تبون، قلت له الفطور في السعفة برد ها احمد، قلت له الفطور في السعفة برد ها احمد. وهذوك ناس مشرارين ما عرف ما تختار، هذوك المستشارين اللي راهم دايرين بيك، هذوك هما اللي راهم يفرينوا فيك ويكذبوا عليك. هذه قلتها لك يا سي عمي تبون، قلتها لك ولازم تفيق بها. عرف عرف ورا انت ما قلتش الغاش يهدوا، بصح الناس ولا تهد، وهذه تاع الهد يهدوا من يهدوا من يهدوا من، غادي الناس غادي ينوضوا لها قرون بزاف صوالح. انا كان نقول لك كيما هكا لازم تفطن. انا كي نجي نقول لك بلي المغرب، انا مش نقول انا مانيش حاسد المغاربه، خاطر علاه وطنيين لبلادهم، راهم يخدموا في بلادهم، راهم يخدموا في بلادهم، حبه من حبه وكريه من كريه، راهم يخدموا في بلادهم. خويا تساله يخدم في بلاده، بصح انايا كيما نتوما تهضروا، كان اللي يهضر لك على طليان يقول لك تطور، يهضر لك على فرنسا يقول لك تطور. يا ودي انا نهضر لك هنا جارك كيما انت، يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويتبع القبله، ويجارك ويجارك ويهضر كيما انت يا اللغه، ويهضر بنا عنده علماء، انت عندك علماء غير كيف كيف غير كيف كيف، بصح شنو هما؟ هم يخدموا في بلادهم، قال لك نتكلوا على رواحنا. هيا 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 كان لا بترول لا والو، هيا لا غاز لا والو، نتكلوا على رواحنا. هيا بسم الله، هذه هي الناس اللي راهم يتطوروا. على رأي على بالك دير حسابك بلي 45 اتحاديه، هذه الشراكه وين غادي؟ حسب المعلومات اللي هم عندي، وين حتى المنتخب الفرق، حتى الانديه واللوازم تاع الفرق المغربيه في انتظار نهايه العقد الذي يجمع الجامعه المغربيه بالشراكه فيما من اجل بدء هما باش يبداو هما يسوقوا في العلامه تاعهم. شوف الناس كيفاش الراس يخدم الراس. دير حسابك 45 اتحاديه في افريقيا، غادي على الاقل تجيهم يعني 30 اتحاديه تدي من عندهم، هذا صحيح لافريك كامله تولي العلامه هذه تولي. ترى حنايا كانت عندنا انتي تيكس راحوا هدوها، الانتي تيكس راحوا هدوها، تنجم تحييها الانتي تيكس، يعني تنجم تحييها، تصنع صنع محلي كيما راهم دايرين هما، راهم دايرين هذه ابي هذه، انت تنجم تحل انتي تيكس. لازم فيك انت كانت عندك شراكه، كانت عندك شراكه تاع الاندي تاع الناستاس في معسكر، كانت عندك لهنا، كانت الناس تدور حتى اليوم والو. كان عندك الصباط، كانت الصباط كنا هذاك كنا نخدموا، هذاك باتريك هذا كنا نخدموا، واحد من الصباط تاع السبور السولي كيما نقولوا هنايا، كنا نخدموا من هنا وحدنا. اليوم والو، ما كان والو، كلش لابورطاسيون تجيب منا تجيب، على ما تخدمش بلادك وتتقن الخدمه تاعك. واه ولا لا، مانيش غلط انايا، انا مانيش غلط، انا على بالي هدرتي تضركم، بصح هذه هي الحقيقه. انا على بالي بلي هدرتي تضركم، بصح هذه هي الحقيقه. انت البنات ما تثقبهاش، تضحك على الغاشي، تضحكش على الغاشي، عاند، فطن، عاند، خدم، عاند.
هذه اللي نقولها لكم، نعاندوا لازم نعاندوا. الا ما عند الناس ما نديروا والو، الا قعدنا نضحكوا على الغاشي غادي نقعدوا ضحك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله ديما معكم جديد تعيطوا.